بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة أبناء البترول أويل سونز، وهي قناة مهتمة بجميع أخبار ومجالات وشركات البترول والوظائف الخاصة بمجال البترول وكيفية التقديم لها. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن إيميلات أهم شركات الحفر في مصر، وده هيكون الفيديو رقم واحد، وهيكون في مجموعة من الفيديوهات التانية إن شاء الله بخصوص الموضوع ده. هنتكلم النهاردة عن أهم شركات الحفر والإيميلات الخاصة بها بس في جمهورية مصر العربية، يعني الإيميلات بتاعة شركات الحفر اللي خاصة في مصر. بعدين هيبقى في فيديوهات تانية لإيميلات في شركات الدول العربية ودول الخليج. طبعا أهم شركات الحفر في مصر، رقم واحد شركة الحفر المصرية اللي هي الـ EDC، رقم اثنين شركة الحفر الصينية اللي هي الـ ECDC، رقم ثلاثة شركة الحفر الوطنية الـ NDC، رقم أربعة شركة أدس للحفر، رقم خمسة شركة شيلف دريلينج للحفر. هنتكلم عن كل شركة فيهم وعن الإيميلات الخاصة بها إن شاء الله. أول شركة هنتكلم عنها هي شركة الحفر المصرية الـ EDC. دي طبعا أهم شركة حفر في مصر، هي أكتر شركة أو أهم شركة بيكون لها عدد من البراريم، سواء كانت أنشور أو سواء كانت في البر أو سواء كانت أوفشور في البحر، وهي من أكبر شركات الحفر في عدد من حيث عدد العمالة ومن حيث الوظائف ومن حيث الأعمال في المواقع. إيميلات شركة الحفر المصرية، في عندنا 3 إيميلات لشركة الحفر المصرية زي ما هم ظاهرين قدامنا في الشاشة. أول إيميل هو vacancies@egyptian-drilling.com. طبعا هنقول كل إيميل حرف حرف لربما يكون مش ظاهر كويس في الفيديو. أول إيميل اللي هو vacancies ده vacancies@egyptian-pitian- اللي هي الفصلة الصغيرة، عشان بيبقى في فصلة صغيرة وفصلة كبيرة لازم نخلي بالنا اللي هي الفصلة الصغيرة. drilling drilling.com. الايميل اللي بعده محمد.السرافي@egyptian-drilling.com، محمد mohamed@egyptian-drilling.com زي اللي فوق. الايميل التالت عندنا هو contactus@egyptian-drilling.com، contactus contactus@egyptian-drilling.com طبعا زي اللي فوق. كده اتكلمنا عن ايميلات شركة الحفر المصرية، بس احنا مش بنقدم على شركة الحفر المصرية عن طريق الايميلات بس، ممكن نبعت فاكس برضو عن لشركة الحفر المصرية، ممكن نقدم عن طريق الويب سايت او الموقع اونلاين، وده اتكلمنا فيه في فيديو خاص قبل كده. الشركة التانية عندنا هي شركة الحفر الصينية الـ ECDC. ايميلات شركة الحفر الصينية زي ما هي ظاهرة قدامنا كده. اول ايميل عندنا ecdc@ecdc.com.eg. الايميل الثاني hr@ecdc.com.eg. الايميل الثالث اللي هو ظاهر قدامنا bhaa@ecdc.com.eg. وكده دول الثلاث ايميلات الخاصين بشركة الحفر الصينية الـ ECDC. رقم 3 عندنا هي شركة الحفر الوطنية الـ NDC. شركة الحفر الوطنية كان موجود على الويب بتاعها ايميل واحد بس اللي هو ظاهر قدامنا info@ndcdrill.com. ده هو الايميل الوحيد اللي كان موجود في الويب سايت بتاع شركة الحفر الوطنية الـ NDC. رقم 4 عندنا هي شركة أدس للبترول. شركة أدس موجود على الويب سايت بتاعهم ايميلين، الايميل الاول او الايميلين بتوع الشركة
هو الايميل الاول هو hr@adisgroup.com hr@adisgroup.com. الايميل الثاني career.egypt@adisgroup.com، السبيلنج بتاعه career.egypt@adisgroup.com. الشركة الأخيرة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي شركة شيرف دريلينج للحفر، ودي طبعا شركة ليها مواقع في مصر وليها مواقع خارج مصر. الإيميلين الخاصين بشركة شيرف دريلينج للحفر، أول إيميل هو info@shelfdrilling.com، السبيلنج بتاعه info@shelfdrilling.com. الإيميل الثاني marketing@shelfdrilling.com، السبيلنج marketing@shelfdrilling.com. وبكده خلصنا مجموعة من إيميلات بعض شركات الحفر في مصر، ولكن إن شاء الله هيكون في مجموعة من الفيديوهات التانية هنشرح فيها تكملة الإيميلات بتاعت الشركات التانية. إن شاء الله يكون المحتوى النهاردة أفادكم وعجبكم، ولو محتاج أي استفسار أو في أي تعليق سيب كومنت وإن شاء الله يتم الرد عليه في أسرع وقت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك، وإن أنت تشارك الحلقة دي أو ترشح القناة بتاعتنا لأصحابك أو قرايبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.